العكس من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي ايدي اخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكس لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا أمسي يا هالجرح العميد وبعيش حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة مجنونة حرة لو حأرسلها بتمنى تقبلي مني هالهدية. ايه ده يا فندم ليه تعبت نفسك بس ملوش لازمة خالص. انا بحب العطور كتير. بظن تبعتي علي اول ما دخلتي. شوفي هذا العطر غريب كتير تركيبته فريدة يعني ريحته ما بتنسى ابدا. لما بتحطي منه بتمري من جنب اي حدا غصب عنه بده يلتفت ويدوب فيكي. بجد؟ للدرجة دي؟ واكتر. بكرة بدي اياكي تتعطري وتروحي تباركي للشخص اللي ما عرف قيمتك. ايه ده كله الشياكة دي؟ الله، ويا ريحة البرفيوم دي. ميرسي يا انجي. البارفان ده جالي من حد عزيز عليا قوي. ايش اللي يعطيك يعطينا يا رب ان شاء الله. بقولك ايه يا استاذ كريم جوه؟ جوه بس نايه معاه يعني ممكن. لا 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 بالعكس انا جايه النهارده عشان ابارك له. ايه الهنا اللي انت فيه ده؟ بتيجي اتجننت ولا ايه؟ اهلا يا روح. ازيك يا كريم؟ الحمد لله. انا مشيت امبارح بدري ما لحقتش اقول لكم مبروك. الف مبروك بجد. الله يبارك فيك. ربنا يتمم على خير. الف مبروك. الله يبارك فيك. مالك يا نايف؟ في ايه؟ ولش شويه تعب. الف سلامه عليك. خد بالك منها بقى يا كريم. نايا في ايه؟ مالك؟ حاسه بايه؟ مرفوع ماله؟ هو اكتر نادر مش كل الناس بتعرف. طب اهدي بس، انت عرفتي المعلومه دي منين؟ وانت خبيره عطور ولا حاجه؟ كيف وصلنا له؟ مش فاهم تقصدي ايه؟ اختني معقوله؟ معقوله شويه ريحه يعملوا فيك كده؟ عصير كان يشبهني عطور. عاصم لحد كده وكفايه بقى، انا خلاص تعبت. نايا انا لازم اعرضك على دكتور. انا ما احنا لازم نخلص من الكابوس ده.
تروح على البيت. انا عايز اشرح لك بس ان الحاله اللي انت فيها. كريم بليز بنحكي بعدين، هلا بدي اروح على البيت. طب ممكن تهدي وانا هوصلك بنفسي؟ حبيبي عندك شغل انت، ما بدي اعطلك، عم الشلبي بيوصلني. ايه بزعلتي عشان خاطري ما تزعليش. كريم بليز بفارحت علي، رح اختني بدي اروح اتحمم. طيب يا حبيبتي اللي انت عايزاه، روحي على البيت خدي دش دافي، المايه الدافيه كويسه قوي بالنسبه لك. انت تعبتي يا حبيبتي. البرفان معلق عليك بليز كريم، حاولت شيله ما بدي اشم عليك. لما اوصل على البيت بحكيك باي. ايه رايك يا طارق لو نسيب المساحه دي كلها مفتوحه؟ بص يا سليم، انت طالع عندك هنا ب 32 دور، يعني مستحيل هتحط عواميد الخرسانه فين؟ طب فكر معايا في حاجه جديده بس من غير ما تاثر على المساحه دي ابدا. يا شباب هو الشغل عندك هنا ويخلصش ولا ايه؟ ازيك يا نونو؟ ازيك يا طب؟ اخبار الشغل ايه يا سليم؟ تمام الحمد لله. قاعد انا وطارق بنراجع على الخطوط الاساسيه للمشروع. طب ما تورينا كده. قول لنا رايك على طول. لا رايي؟ رايي اقوله لك انت؟ مش عايزه حساسيه بيني وبينك، ولا انت ناسي ان المشروع ده كان بتاعي وانا اعتذرت عنه؟ لا مش ناسي، ولو ندمان خديه ممكن اتنزل لك عنه كمان. لا 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 خليه لك. انا عمري ما ندم على حاجه كانت بتاعتي وانا اللي سبتها بمزاجي. ده رايي انا. احنا عمرنا ما كنا بنتعامل مع بعض بالطريقه دي. طول عمرنا بنشتغل مع بعض فريق واحد. صح يا طارق. ده لو احنا لسه هنفضل فريق واحد. يعني ايه مش فاهم؟ يعني انا هسيب الشغل. ايه الكلام ده بقى؟ ما تقول لها حاجه يا طارق. تسيب الشغل يا نهى؟ قرار زي ده لازم تفكري فيه كويس قوي قبل ما تاخديه. لا 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 ما تخليش خيالك يروح لبعيد قوي كده. انا عمري ما هسيب الشغل هنا غير لما يكون عندي شغل احسن منه مليون مره. شغل احسن من هنا؟ جرى ايه يا اخوان؟ انتوا ليه يعني محسسين ان مفيش شركه في الدنيا دي غير شركه كريم الشافعي؟ في ايه؟ وامتى بقى حصل كل ده؟ يا طارق اللي احنا بنيناه هنا مش قليل. شركه كريم الشافعي قامت على كتافنا احنا الثلاثه، انا وانت وسليم. الناس بره مش غبيه، عارفين الكلام ده كويس. وعارفين مين سبب نجاح الشركة دي، فمن الآخر كده اسمنا مسمع في السوق، الناس بتشاور علينا، عايزين يستفادوا بخبرتنا وموهبتنا بس. آه بس ما تنسيش الفضل ده كله يرجع لمين؟ والفضل متبادل الأستاذ سليم، هو قدم لنا وإحنا قدمنا له. إحنا لما كناش كويسين كان زماننا رمانا في الشارع من زمان. والشغل ده مع مين بقى إن شاء الله؟ مع المليونير مراد الساعي. مين مراد الساعي؟ مستثمر جديد جاي مصر، عايز يعمل مشاريع مهوله. ولما سأل عن المهندسين الشاطرين في البلد دي قالوا له روح دور في شركه كريم الشافعي. بتكلمي جد؟ يا طارق بتفكر في ايه؟ ما احنا هنا كويسين ومرتاحين الحمد لله، هتلاقي فين زي مستر كريم بره؟ طبعا يا معلم، ما انت مستلم لك مشروع يعيشك 10 سنين لقدام مستريح. المساله مش مساله فلوس يا طارق. أهم حاجة تبقى عارف أنت بتتعامل وبتشتغل مع مين. مش عرفك الأستاذة نهى المليونير اللي بتتكلم عليه ده جاي فلوسه منين؟ مش يمكن غسيل أموال ولا مشاريع غير مشروعة؟ على الأقل مستر كريم إحنا عارفين تاريخه وعارفين إنه واخد الشركة دي أباً عن جد. خلاص؟ خلصت مثاليات يا أستاذ سليم؟ أنت لازم تعرف حاجة كويس قوي، إنه مراد بيه مش مستني حد زي حضرتك عشان يشتغل عنده في الشركة. عارف ليه؟ عشان في مليون واحد هيتمنى يشتغل عنده بعد ما يعرفوا سقف المرتبات اللي هو بيدفعها. هيدفع كام يعني؟ مفيش سقف من اصله. بداية كده ضعف اللي انت بتاخده في الشركة دي. معقولة؟ أقول لكم إيه؟ أنا قلت اللي عندي. وأنتوا أحرار. بيتي دي جرالها إيه؟ جننت؟ لا طلعت من هنا من المكتب زعلانه، بكلمها ما بتردش عليا.
شكلي قسيت عليها في الكلام شويه. بصراحه انا كمان حسيت بكده لما خرجت من غير ما تكلمني، ولما ندهت عليها مشيت من غير ما تكلمني ولا تسمعني كانها بدنيا تانية. اكيد نوها هي السبب يا فندم، مش كده؟ حاجه زي كده. ولما نوها هي سبب قسيت عليها ليه يا فندم؟ انجي اطلعي من دماغي، انا مش طقسك. انا اسفه يا فندم، بس ده والله العظيم من خوفي وقلقي عليك. انا ما بحبش اشوفك لا قلقان ولا متضايق. انا تمام، متشكر حبيبتي. هو ده البريد كله؟ طيب خليه قولي. روح انت على مكتبك، بس ما تحاوليش تليفونات ولا تدخلي علي احد. يلا. لسه زعلانة مني؟ كريم البرفه، البرفه. ماله يا حبيبة قلبي؟ البرفه اللي شميناها أنا وياك عندك بالمكتب، ليه أنت هون عندي بالأوضة؟ طب وإيه المشكلة؟ حبيبتي، أنت لما كنت عندي في المكتب مش لسه قايلة لي إنك كنت تستعملي نفس النوع؟ كريم أنا مستحيل جيب هيدي البرفه معي من بيروت، فاهم؟ طب يعني هيكون وصل لحد عندك إزاي؟ ما بعرف كريم، ما بعرف. ما بعرف، بس أنا كتير خايفة، كتير خايفة. أنا مش عايزك تقلقي، أنا جاي لي فورا. ما فيني أنطرك، أنا ميت رعبة كريم، ميت رعبة. طب أقول لك على حاجة، خليكي معايا الخط، هنفضل نتكلم لحد ما أوصلك، أوكي؟ ما تقلقيش، طول ما أنا سامعك مش عايزك تقلقي، أنا جاي لك على طول. خليكي معايا. ما تقلقيش، لا لا هتهرب من الزحمة. مسافة السكة مش عايزك تقلقي، خليكي معايا. لا إله إلا الله. يا نهى دي ما بيجيش وراها غير المصايب. أعوذ بالله. أنا في العربية يا حبيبتي. طيب أنا هحطك قدام البيت. طيب زي ما تحبي. إيه بس أنا ما فيني أنزل هيك، لازم ألبس. حبيبتي البسي أي حاجة وانزلي بسرعة، مش عايزك تقلقي. كيف بدي ألبس وأنا حامل السليولير؟ ولا يهمك، افتح لي سبيكر وأنا معاك على طول، هبقى سامعك وسامعاني. ماشي ولا إيه؟ اه عندي طياره للاقصر لازم الحقها بسرعه، رايح اقابل صاحب المشروع هناك. طب يلا يا عم ربنا معاك. طب مش ورق طويل، عارف يا سليم؟ المشروع ده ما كانش ينفعه حد غيرك. يعني ولا وراك عيل ولا تايل ولا عندك اي مسؤوليه. انت عارف يا طارق، اول مره تخليني احس ان السفريه اللي انا مسافر لها دي هتبقى صعبه شويه. صعبه في ايه يا معلم؟ فين الصعوبه في مشروع زي ده؟ مش عارف. انت فقدت حماسك ولا ايه؟ لا بس مش متخيل ان انا ابعد عن المكتب كل الفتره دي يعني. ما انت هتبقى رايح جاي يا سليم. هو انت يعني هتفضل هناك على طول؟ طب انت لو مكاني كنت هتعمل ايه؟ مش عارف، يمكن لو ما كنتش مخلف ومعايا مراتي وابني دول كنت يمكن يبقى الوضع مختلف، لكن انت ما عندكش المسؤوليه دي. كنت هتاخدهم معاك؟ يمكن لو ما كانش ابني في المدرسه كنت خدته. طب اضروك، لازم امشي. شوف وشك بخير يا حبيبي. سلام يا صاحبي. سلام. بقول لك يا سليم، هترجع امتى؟ ماكسيمم في طياره بكره، اكون بس عينت الموقع ودرست الميزانيه الاوليه مع صاحب المشروع وارجع راجعها مع مستر كريم. طب شد حيلك. حبيبي. انا لازم اطير بقى عشان لسه رايح البيت اغير واحضر الشنطه واطلع على المطار. سلام. سلام. سلام حبيبي. يا طارق قولي، فكرت؟ بس عندي شوية استفسارات. يا ابني انا عارفاك وحافظاك كويس، يبقى انت اكيد كده خلاص قررت.
ليش ساكت؟ ولا حاجة. أصلها يعني إزازة زي أي إزازة. لا، هاد البافان مش من مكان بيقدر يحصل عليها، هاي بتجي خصوصي على الطلب. طيب أنا بس عايز أشمها. لا. طب أنا إزاي هعرف إذا كانت هي نفس الريحة اللي كانت حطها نوع ولا دي واحدة تانية؟ يعني مش مصدقني؟ مش دي الفكرة، بس يعني دي ناقصة. إيش يعني؟ يعني أكيد أنت استعملتيها قبل كده. عم قلك أنا ما جبتها معي من لبنان، كيف كنت استعملتها؟ أنت عايزة توصلي لإيه؟ ما بعرف، بس حاسة في شيء مش طبيعي، حاسة كأنه في حدا مستقصدني. حد زي مين؟ حدا بيعرفني كتير منيح، حدا كأنه كان عايش معي أنا وعاصم. هو عاصم حيفضل عايش ما بيننا كتير؟ أنا خطرت بحياتي كمان أهرب منه. أمال اللي بيحصل ده تسميه إيه؟ ما بعرف، صدقني ما بعرف. طب أنا عندي الحل. انت من هنا لحد ما هنتجوز مش هتعيشي لوحدك تاني. كلمي مامتك خليها تجهز. بكره الصبح عم شلبي يكون عندهم في اسكندريه، يجيبها هي وخالتك يعيشوا معاكي هنا في القاهره. قلتي ايه؟ من هلا لوقتها احجز لك في اوتيل. يعني بالاوتيل ما بقعد لوحدي؟ خلاص تعالي نتجوز دلوقتي. وامي؟ طب بقولك ايه، الموضوع ده هياخد وقت. تعالي ننزل كده نقعد في اي مكان، ناكل لقمه ونفكر نشوف هنعمل ايه. كريم، أنا بعرف قديش قلقتك معي وقديش عم عزبك معي، بس بليز صدقني. أنا عم شوف بعيونك إنه أنت مفكرني إنه أنا متوهمة، بس بليز صدقني. مصدقك. أنا بس ليا طلب عندك، طول ما أنا جنبك مش عايزك لا تخافي ولا تقلقي. ازيك يا مي؟ مش عارف يا سليم. مالك؟ انت فين؟ انا هو داخل المطار. ايه ده، انت مسافر؟ اه الاقصر، بس راجع بكره. تروح وترجع بالسلامه. بقولك يا مي، كنت عايز اقولك على حاجه، بس واضح انك مش مستعده تسمعيني دلوقتي. حاجتي بعدين بقى لما ارجع. وانا كمان كنت عايز اتكلم معاك في حاجه، بس خلاص بقى لما تبقى ترجع بالسلامة. لو حاجة ضروري أرجع حالا، صدقيني أنا مجنون وأعملها. مش للدرجة دي، أنا بس كنت عايزة أتكلم معاك في حاجة كده بخصوص نهى، قلقانة عليها قوي وعايزة أتكلم معاك. طب دي حاجة حلوة جدا، أنت كده خليتيني مبسوط وأسعد واحد في الدنيا. مبسوط وأسعد واحد في الدنيا؟ بقولك قلقانة على أختي. مش قصدي، بس عشان لما اتضايقتي فكرتي تكلميني، وده هيختصر حاجات كتيرة قوي لما أرجع. ماشي، سلام بقى عشان ميعاد المحاضرة. محاضرة؟ انت لسه في الجامعة؟ ايوه، امال ايه يعني؟ يعني لسه بتدرسي؟ اه بدرس. سنة كام بقى؟ السنة دي التخرج. يعني انا جاي تقريبا عرفت عندك كام سنة. سلام. باي. ممكن؟ ايه ده؟ سلفة فلوس؟ ايوه، بس يعني احنا لسه ما ابتديناش شغل خالص. مين قال لك الحكي؟ قصدي يعني انه انت باركتي لمديرك القديم بيخطب عشان خاطري ما تفكرنيش باللي حصل. خير؟ اولا عايزه اقول لك ميرسي على البارفان اللي انت بتقولي، لانه بجد بجد طلع تاثيره قوي على كل حد انا عديت من قدامه. ثانيا، سنين انا مش عارفه يحصل لها الا من عديت من قدامها. بجد دي كانت هتتجنن وهتقع من طولها. انا مش فاهمه، يعني كانت فاكره ان انا هنتحر ولا هموت عشان هي خطفت كريم مني؟ بجد ميرسي يا مراد،
ميرسي انك خليتني اروح المناسبه دي، انا من غيرك ما كنتش هروح. حسيت دلوقتي ان رجع لي حقي، حاسه انهم كلهم قدام عينيا قد كده. يعني انت هلا فرحانه؟ كلمه فرحانه دي ما توصفش الاحساس اللي انا حاسه. انا حاسه حاجه احلى من كده بكتير. طبعا ده بعد ما القدر جمعني بيك يا مراد. انا حابب اسمع اسمي من دمك بدون القاب. حاضر يا مراد. تعجبيني. وهو ده المراد يا مراد. هو ده المراد يا مراد. حلوه كتير، حبيتها. طمنيني كيف الشغل؟ الشغل ماشي زي الفل وزي ما انت عايزه اكتر. انا لسه مكلمه طارق زميلي في الشركه واقنعته انه يسيب شركه الشافعي وينضم لشركه السامي. ومين بيكون طارق؟ المفاتيح اللي انت بتدور عليها. يعرف كل شرده وارده في الشركه. امتى بدك تعرفين عليه؟ وقت ما انت عايز. طيب في حدا تاني غيره؟ سليم، بس ده شكله صعب شوية. أصل كريم اشتراه بمشروع الأقصر اللي أنا رفضته. كيف اشتراه؟ الظاهر كده يعني إنه كان في حاجة بين سليم ونايا، كان عايز يتجوزها، ولما كريم عرف بالموضوع ده حب يضرب عصفورين بحجر، راح باعت سليم الأقصر وبالمرة يشيله من على الوش. اسمها نايا. اسمها نايا، تشوفها تقول ملاك، لكن يا ما تحت السواهي دواهي بجد. تخيل انها طلعت كمان متجوزه وانا اللي كشفتها قدامهم كلهم. كيف؟ لما حسيت وعرفت يعني انه خلاص كريم عايز يتجوزها والموضوع قلب بجد، حبيت اعرف اصلها وفصلها وكل حاجه عنها. سالت الناس اعرفهم في لبنان عليها لحد ما قالوا لي ان هي كانت متجوزه. تخيل، انا عجبك برضه. يعني انا بستغرب كيف واحد بيخطب واحده وهي متزوجه، كيف؟ عشان حظها طلع فظيع، جوزها مات وهي طبعا ما صدقت. انت حظك رح يكون افظع. انا حظي خلاص اوريدي بقى فظيع من ساعه ما تعرفت عليك يا مراد. مش بس كده، ده انا بشكر ربنا مليون مره انه ما حصلش نصيب بيني وبين كريم. ايه ده كمان؟ شيليه من الكيس وشوفي. معقولة؟ حلو؟ ده تحفة، ده حرير طبيعي، أنا عارفة القماش ده كويس. لا الكتير اللي بيفهموا بقيمة هذا الفستان. عشان ما فيش ناس كتير قوي تفهم في أنواع الحرير. حابة تعرفي شو المناسب؟ معقولة يعني يا مراد؟ أنت كل حاجة بتعمل منها مناسبة حلوة؟ حفل وداع. يعني إيه حفلة وداع؟ أنت ما تركتي الشركة؟ طبعا. والشركة هي كان لها أفضال عليكي وعملت لك اسم؟ يعني مش قوي. هذا الكلام بدك تقوليه لمديرك السابق بحفل الوداع، بغض النظر عن موقفك السلبي تجاهه. بالنهاية أنت رح تتركيه، وما غلط ابدا لما تتركيهم يكون في انطباع طيب وكلمه حلوه قبل ما تمشي. عارف يا مسيو مراد، قصدي عارف يا مراد، الناس كلها لازم تتعلم منك فن العلاقات الانسانيه والمهنيه. بعد ما بتقولي كلامك هذا اللي قلت لك اياه بتعلمي استقالتك. فكرة هايلة. والأهم من كل هذا إنك تلبسي هذا الفستان. أوكي. الأكلة تحفة. عايز تدوق دي؟ حلوة برضو. تحفة. قولي لي، مش هتكلمي ماما؟ عارف كريم؟ خير، اللهم اجعله خير. يمكن معك حق. في ايه؟ انا سايره عم بنسى كتير اشياء.
في احتمال كون انا جايبه معي البارفان من لبنان وناسي. اخيرا. لانه كثير صاير عم بنسى اشياء بهالفتره ومش كلها مرتبطه بعاصم. طب الحمد لله. انت عارفه ان الفتره الاخيره دي انا كنت مرعوب عليكي. بعرف. لحتى اثبت لك انه بطلت خايفه رح روح على البيت لوحدي انا اليوم مثل العاده. هي دي نهايه اللي انا عرفتها. قدام بقى كلام حلو كده. انت تخلصي اكلك ونطلع علشان نشوف بيتنا الجديد. بيتنا الجديد؟ ده لو عجبك. بس كريم انا حابه ابقى معك بالبيت اللي عايش فيه هلا انت. مش هينفع. ليش لا؟ عشان نفسي ابتدي معاكي كل حاجه من جديد. ما فهمتش. هنحط ماضينا ورا ظهرنا ونبتدي مع بعض حياه جديده. نفسي اساعدك اعوضك كل اللي فات. عارفه انايا، كل ما باجي ادور على لحظه حلوه عشناها مع بعض واحنا مرتاحين ما بلاقيش. ايه عن جد كريم؟ هلا ما في ولا لحظه حلوه بيني وبينك؟ لا عن جد زعلت. ما شاء الله. لا 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 لا، ده احنا راجعين على الحياه ايه بمنتهى القوه. مش بس هيك. مش بس هيك؟ طب ما تديني اكتر. قولي انا سامعك اهو. في مشروع بلش يتبلور هيك براسي له علاقه بالحضانه تبع الاطفال. حضانه الاطفال؟ ده مشروع كويس قوي. بس انا افضل بقى ان حضانه الاطفال في المستقبل تبقى في بيتنا مع البيبي بتاعنا. بيبي بتاعنا واحد؟ انا بدي ثلاثه كريم. بدي ربيهم احلى تربيه، بدي خليهم يكونوا اهم ناس بالمجتمع، بدي يكون كل العالم عم بيحكوا عنهم. حيلك حيلك في ايه؟ زي ما يكون خلاص خلفنا الولد وبقى عنده 5 6 سنين وبتتكلمي عليه على انه احسن ولد في الدنيا والناس كلها عم بتتفرج علينا، بالراحه شويه. بس فعلا ولادنا رح يكونوا احسن ولاد بالعالم. ولادنا؟ تفتكري نايا؟ اهم شيء يعيشوا بسلام وامان. صدقني يا كريم. اهم شيء الامان والسلام. عندك حق. ان شاء الله يكون في سلام وامان. ومش بس هيك. مش بس هيك؟ مين؟ دي نهى. شو بدها هيدي؟ مع حساب بركتنا وخلصنا منها، شو بعد في؟ ولا تضايقي نفسك، اهو مش هرد عليها. ايه احسن. رد علي بركي في شي ضروري. ما بلاش. رد علي. حاضر. الو. ايوه يا نهى. هاي كريم، ازيك؟ عامل ايه؟ مشغول او حاجه؟ لا 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 خالص، خير. كنت بفكر بس اعزمك انت ونايا بكره بمناسبه الخطوبه، وعندي كده مفاجاه صغيره عايزه افاجئكم بيها، بس بكره مش النهارده. ان شاء الله هكون موجودين في الميعاد ان شاء الله. اوكي خلاص، اشوفكم بكره ان شاء الله. يلا سلام. انا ماليش دعوه، انتي اللي وافقتي على العزومه، بس انا عايز اعرف انتي وافقتي ليه؟ بدي اعرف شو بعد بدها مني ومنك. بدي اريح راسي بقى. مش انت اللي قلت لي لازم نفتح صفحه جديده ونعيش حياه جديده ونكب كل الماضي ورا ظهرنا؟ ايوه. ربنا يجيب العوا بسليمه. بس اسمعيني، أنا مش عايز لحركات كده ولا كده، سمعني؟ ما تخاف. مش خايف، بس أصلك ما تعرفيش نوع. أنا أعرفها كويس قوي. نوع أكيد مجهزة لنا مفاجأة غير متوقعة بالمرة. وأنا جاهزة لكل المفاجآت. براحتك حبيبتي، اللي تشوفيه. الو. يا مي، انت فين يا حبيبتي؟ في يا نو.
بخير. مفيش، حبيت اعدي واخدك من الكليه زي ايام زمان. غريبه، مع اني حاولت اعتذر لك وانتي ما رديتيش عليا. ما تزعليش مني يا مي، انا اللي كنت لازم اعتذر لك على الالم بتاع امبارح. خلاص يا ستي، خالصين. اشتريتي حاجه جديده ولا ايه؟ اه، فستان. فستان على فكره، في حاجه في علم النفس بتقول العلاج بالتسوق. ودينا اهو بتعالج. مالك يا نو، انت ليه حزينه كده؟ بقول لك ايه والنبي يا مي، ما توجعليش دماغي بقى بالتحليل النفسي بتاعك ده. هو في البيت والكليه وكمان هنا وكمان بالكبري. انا احسن حاجه اعملها اتفرج على الفستان. ايه ده يا نهى، عجبك؟ ده غالي قوي وباين عليه كمان براند مش اي كلام. شكل العلاج هيكلفنا كتير. شفتي بقى، يلا ممكن تستلفيه وقت ما انت عايزه. بجد يا نهى؟ ابكت، بس البسه بكره الاول، بعد كده بقى تفشخري بيه. ايه المناسبه اللي بكره؟ عشا على شرف كريم وخطيبته. انت قد الكلام ده؟ اه عادي، ايه المشكله؟ طب ومين هيكون في العشاء ده؟ كلهم يعني. هيكون مين؟ طارق يعني، وانجي وسليم وكده يعني. في يا مي، تسالي اسئله كتير ليه يعني؟ مش فاهمه. عادي، بطمن عليكي. وانتي كمان هتيجي معايا؟ انا مش اكيد يعني، ممكن يكون عندي حاجه. هشوف. ايه سلم، لو انا فاضيه ممكن اجي. انتي حره. ايه، رجعنا في كلامنا ولا ايه؟ مش انا اللي برجع في كلامي. اما نشوف. باي باي. مالك؟ في ايه؟ مش همشي الا لما اطمن عليكي وتدخلي جوه. اتفضلي يلا. لا وتخافي حد، ما تقلقش، انا موجود تحت هنا اهو. يلا خلي بالك. اوعى. ايه كريم؟ مش مهضوم. لا مهضوم. Thank you.
أيوة حبيبتي. شو بعدك عم تعمل هون؟ ولا أهلا ولا حاجة حبيبتي. استني الله والخفي. شكله أخذ بريك اليوم. ماليش يعني. على كل حال حبيبتي لو احتجت أي حاجة كلميها على طول، ها؟ أنا في الخدمة. أوكي. باي. باي. دكتور مروة. أستاذ كريم؟ أيوة كريم الشافعي. أهلا يا أستاذ كريم. أنت عرفت صوتي على طول أهو. أه طبعا. إزيك يا أستاذ كريم؟ الحمد لله تمام. اتفضل. دكتور أنا ليا طلب عندك، يعني أنا بفكر إن احنا نأجل ميعاد زيارتنا للعيادة شوية. أوكي براحتك، في حاجة؟ يعني زي ما حضرتك قلتي لي قبل كده إن الاعتراف هو بداية الشفاء للمريض، وبيني وبينك انا قريبتي يعني بدات احس بمشكلتها وانا مش عايز اضغط عليها واجيبها العياده واحسسها ان هي مريضه. اوكي. فيعني ممكن يعني؟ اه طبعا. تمام. بشكرك جدا يا دكتور وام سوري ان انا عملت لك لخبطه يعني في مواعيدك. انت بس لما تشوف وقت مناسب هتلاقيني. انت ان شاء الله. خلينا على التليفون. اوكي. مع السلامه. اوكي. مع السلامه. واخيرا بنت خالتي رديت علي. فادي شو قصه تليفوني؟ ساعه بيعطي مسكر وساعه مشغول. حبيبي انت يلي كنت عم تتصل فيي هلا صح؟ صار لي 10 دقائق عم دق لك. حبيبي انت بدك تجي على مصر ولا ناطر فرج؟ ناطر تبعتي لي مصاري مع هشام. حبيبي نسيت سامحني ولا ما بعرف شو انشغلت. بشو انشغلتي؟ انا نسيت اقول لك مبروك مع انه انا اخر من يعلم. لك مش هيك القصة، لما تجي بفهمك. يعني عالم تخطب تلتهي بالخطبة وعالم ناطر الفرج ما معها لتمشي. وحياتك يا فادي رح ابعت لك، أول ما يجي هشام رح ابعت لك معه. ليكي بنت خالتي، بحبحي لي اياهم شوي الله يخليكي. بعدين أول ما توصل على القاهرة رح يكون في شغل ناطرك. وهو كمان بحبحي لي اياهم، بحبهم والأخبار. مرسي نايا. حبيبي أنا مين إلي غيركم؟ أنت وإني وخالتي. نايا بكي شي؟ لا حبيبي ابدا بس انبسطت اني سمعت صوتك رح سيف رقمك انا هلا. حبيبتي انت بتوصيني بشي من هون؟ ابدا حبيبي بس انتبه لي على حالك. اوكي يلا بنحكي باي.